فانتوا دلوقتي لازم تعرفوا ان في فرق ما بين ان انتوا تشتروا ذهب او ان انتوا تستثمروا في الذهب. ببساطة اهو الفكرة، احنا يمكن قبل كده اتكلمنا عن الوديعة الذهبية، بس طبعا هنتكلم عنها باستفاضة من خلال طبعا المطور طارق شوقي، لان الوديعة الذهبية من خلال شركة اوبشن هو طبعا اللي هيوصل لكم المعلومة بشكل متكامل. انا النهاردة معاكم ببسط لكم. معانا مداخلة، محمد من اسيوط. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. نعم يا فندم، اهلا بيك. انا فندم معايا املاكي يعني خش لها في 10 مليون، ايه افضل المشاريع؟ علوا لي الصوت شويه استاذ محمد. اتفضل. بقول لك انا معايا هيطلع 10 مليون املكهم، ايه الافضل؟ معاك 10 مليون راس مال، تمام. ايه اللي احسن يعني اعملهم استثمار ايه؟ وعايز تستثمر فيهم. تمام. انت بتتابع برنامج ببساطه مع الوديعة العقاريه ولا اول مره تشوفنا النهارده؟ لا اديني فتره. نعم اديني فتره. بقالك فتره. طب كويس، يعني انا سعيده ان انت النهارده عملت المداخله دي معانا وان انت بتثق في برنامج ببساطه مع الوديعة العقاريه. طب انت مجال عملك ايه؟ انا لاعب كوره. لاعب كوره. بلعب في الدوري الدنماركي. تمام. طيب طب انت عندك الاستثمار الرياضي. تمام. وعندك استثمار العقارات. احنا النهارده بنتكلم في الاستثمار بكل اشكاله، مش الشهاده والوديعه بس، لا احنا بنحاول نفيدكم على قد ما نقدر. بما ان مجالك في مجال كرة القدم، الاستثمار الرياضي، الاكاديميات، وانت محترف بره مصر ممكن تقدر تعمل اكاديمية ويكون لها فرع من نادي بره مصر، ويبقى ده استثمار حلو جدا. وعلى فكرة الاستثمار الرياضي من انواع الاستثمار اللي ما بتخسرش، زي الاستثمار العقاري. احنا اتكلمنا كتير في الاستثمار العقاري، من انواع الاستثمار اللي هي مضمونة ونجاحها عالي جدا. ليه؟ هبسطها لك يا استاذ محمد. دايما كنا واحنا يعني متعودين الشعب يقول لك ايه، ان الشقة ولا بتاكل ولا بتشرب. العقار طول ما هو مقفول، طول ما هو سعره بيعلى. الذهب برضو، الاستثمار في الذهب، بس الاستثمار على المدى البعيد في الذهب. فأصبح دلوقتي أنا برجح لك الاستثمار الرياضي طبعا في المقام الأول، لأن ده مجال عملك. حبيت بعد ما تشغل أكاديمية وتعمل استثمار رياضي وبدأ طبعا تدخل أرباح، تستثمر في حاجة تانية، وده احنا اتكلمنا عليه قبل كده، تنوع الاستثمار. في حاجة اسمها المحافظ الاستثمارية للمستثمرين مش للمواطن العادي. لكن لو انت حبيت تدخل في مجال الاستثمار بشكل بقى كبير وان انت تبقى مستثمر، فيبقى عندك تنوع. طالما يعني ربنا رزقك في الاستثمار الرياضي، ممكن تخرج منه وتعمل استثمار عقاري. حتى لو حصل اي ضرب في الاستثمار الرياضي، يبقى انت موجود عندك الاستثمار العقاري. الاستثمار في الاراضي الزراعية، وعلى فكرة يا أستاذ محمد إحنا الحلقة الجاية اللي هي يوم الأحد الساعة 3 مساء هنتكلم عن الاستثمار الزراعي، عشان برضو لو حبيت تتابع. فإحنا عندنا أنواع كتيرة من الاستثمار. يبقى أنا كده بقولك في الاستثمار الرياضي، في الاستثمار العقاري، في الاستثمار في الذهب، وفي عندنا الاستثمار الزراعي. أنت متاح بالنسبة لك كل ده، لكن هو راجع ليك أنت في طريقة فكرك. بمعنى إيه؟ هل انت عايز تستثمر لمجرد ان انت هتدفع فلوس ويجي لك العائد وانت قاعد في البيت، ده متاح، ولا انت عايز تستثمر وتشتغل ويكون عندك هدف وتحقق حلم انت حابب توصل ليه؟ ده سؤال انا عايزك تجاوبني عليه. استاذ محمد معانا، الخط فصل.
تابع معانا ان شاء الله. احنا زي ما قلنا النهارده حلقه استثنائيه، فاتحين المداخلات وما نعرفش اللي متصل هيسال في ايه، لكن انا جاهزه معاكم، لان زي ما قلت لكم انا بقيت بذاكر الاستثمار، بذاكر الجديد في عالم الاستثمار، ايه المخاطر اللي ممكن تكون موجوده في عالم الاستثمار. قلنا قبل كده قبل ما تدخل تستثمر عندك قواعد كتيره قوي لازم تتبعها، وقلت لكم اكتبوها ورايا بالورقه والقلم، وتقريبا انا يعني حفظتها. رقم واحد، التخطيط الجيد. لازم تخطط، لازم يبقى عندك وعندك بلان. انت داخل تستثمر بناء على ايه؟ ما عندكش بلان يبقى انت كده داخل تهرج. طيب هنرجع تاني لخطوات الاستثمار. هناخد مكالمة معانا أستاذ عماد من المنوفية. أهلا وسهلا يا أستاذ عماد. أيوة أهلا وسهلا بيك وبكل أهل المنوفية. أهلا بيك يا فندم.